باش يعرفوا البلاصه اللي غادي يسحبوا منها الفلوس ديالهم. هذا الشيء ابتداء من يوم 6 ابريل. وباش ما يكونش الزحام في البلاصه اللي غادي يسحبوا منها الفلوس في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، الوقت اللي مخصص للتوصل بهذه الرسائل غادي يمتد لعده ايام ابتداء من 2.
السلام عليكم. الناس اللي ما يجبوا هذا الشيء هذا راح نقشبوا حاجة قليلة مش سهلة، عاد غادي نمشيو الكبيرة ونخدمو فيها الطوموبيلات الكاميونات خو في حوايج صعب ان شاء الله. تفعلوا معنا، شكرا على وصلتي لهاد البلاصة هادي الحد. ما تنساش تخلي شي ابوني شي كومنتار، واخا تكون قريب لينا خويا ولا كيما.